Hello, grade 5. English now. Grade 5. Unit 5. It was a long time ago. It was a long time ago. منذ وقت طويل. Part 2. Read and answer. السؤال دوت سؤال ايه؟ باسج. سؤال الباسج دوت لازم نقروه ونفهموه ونترجموه، وبيكون كمان على الباسج ديت ايه؟ أسئلة. هينفع نجاوب الأسئلة من غير ما نقرأ القطعة ونفهمها؟ لازم نقرأ القطعة كلها ونفهمها كويس ونترجمها قبل ما نحل الأسئلة. طيب القطعة ديت بتتكلم عن ايه الأول؟ كم فرد كده عندنا؟ three persons. أصدقاء هنتكلم عليهم هنا في الباسج. عندي ثلاث أصدقاء هنتكلم عليهم، وكل واحد عن هوايته المختلفة. وطبعا يعني ايه كلمة هواية؟ happy. طيب الأصدقاء دول مين؟ عندي كريم. عندي كريم وعندي ليلى وعندي عزة. طيب هنعرف كل واحد منهم هوايته ايه. طيب واحدة واحدة كده بقى مع بعض. احنا كده فهمنا القطعة اول حاجة بتتكلم عن ايه. يلا نقرأ جملة جملة ونترجمها. I have three friends. I have three friends معناها انا لدي ثلاث اصدقاء. I like them very much. I like them very much معناها بحبهم كثيرا جدا. They have different hobbies. They have different hobbies. هنا بخلي بالك انا عندي الزمن بتاع الباسج بتاعتي present simple. طيب وعندي ايه كمان؟ عندي كلمة hobbies. hobbies دي اللي هي plural بتاع كلمة hobby هواية. يبقى جمع كلمة hobby هواية hobbies هواية. عملنا ايه؟ قال لي hobby اخرها y، شلنا ال y حطينا i e s. تمام؟ طيب يبقى هنا عندي كلمة hobbies معناها هواية. طب ايه different hobbies؟ معناها هوايات مختلفة. طيب احنا حطينا برضو ناخدوا بالكو different hobbies، مش different دي تعتبر adjective؟ اه. طب ليه حطيناها قبل hobbies؟ عشان احنا عندنا قاعدة في الانجليزي اسمها الصفة قبل الموصوف. انا بوصف دلوقتي او بقول هوايات مختلفة، فجبت كلمة مختلفة الاول different، وبعد كده ايه جبت الحاجة اللي انا بوصفها اللي هي hobbies. يلا نكمل. كريم loves music. عندي هنا كريم loves music، هنا معناها ان كريم بيحب الموسيقى. وانا حطيت هنا loves اس ليه؟ لان كريم singular اسم مفرد، واحنا قلنا present simple بنحط للverb اسم على singular. He plays the piano. عندي هنا برضو بيكمل كلامه على مين؟ على كريم. بيقول ايه بقى؟ ان هو he plays the piano. انا عندي هنا السبجكت بتاعي he، وعندي الفيرب play محطوط له ايه؟ اس. ليه؟ عشان عندي he من السكند جروب البريزنت سيمبل المجموعه الثانيه للمضارع البسيط، بحط مع play اس. تمام. طب هنا معناها ايه plays the piano؟ معناها ان هو بيعزف البيانو. هو بيعزف الايه؟ البيانو. بيكمل بيقول he plays it very well. اخد بالي هنا بيقولي he plays it very well، معناها ان هو بيعزف ايه. هي it هنا عايدة على مين؟ ها على البيانو. اه معناها ان هو بيعزف البيانو very well. يبقى هنا انا بوصف حالته وهو بيعزف البيانو. هو بيعزفه ازاي؟ ها very well. جيد جدا. يلا نقروها تاني. I have three friends. I have three friends. أنا لدي ثلاثة أصدقاء. I like them very much. I like them very much. معناها أنا بحبهم كثيرا جدا. They have different hobbies. They have different hobbies. معناها هم لديهم هوايات مختلفة. Kareem loves music. Kareem loves music. معناها أنه هو بيحب الإيه؟ ها؟ موسيقى. He plays the piano. He plays the piano. معناه ان هو يعزف البيانو. He plays it very well. He plays it very well. معناها هو بيعزف جيدا جدا. نكمل الباسج مع بعض. ليلى likes singing. ليلى تحب الغناء. ليلى likes singing. ليلى تحب ايه؟ الغناء. واحنا قلنا ان زمن الباسج دي في زمن ايه؟ present simple. عشان كده حطينا like اس عشان ليلى singular.
That's right. طيب after like احنا عارفين after like الverb بيجي ايه؟ verb plus ing. ليلى تحب الغناء but she doesn't sing very well. هنا برضو عندي بيقولي but she doesn't sing very well معناها ان هي ايه؟ لم تغني جيدا جدا. Because لأن she doesn't practice enough. هي ليه ما بتغنيش كويس جدا؟ because هنا خلي بالك من كلمة because دي كنت بستخدمها لما بسأل على سؤال بإيه؟ ها؟ why. why. طيب بستخدم because مهمة الحتة دي جدا معناها لأن she doesn't practice enough هي لم تتدرب كفاية. after because بيجي reason السبب. نكمل as likes drawing. هنا بقى عندي احنا قلنا three friends تمام كلمنا على كريم وقلنا ان كريم بيحب الميوزك وكلمنا على ليلى وقلنا ليلى بتحب singing الغنى. النهارده بقى اخر بقى حاجه اللي هي مين؟ عزة likes drawing يعني ليلى عزة بتحب الرسم. she draws nice pictures. دي she draws nice pictures معناها ان هي بترسم صور رائعة بترسم صور رائعة. يلا let's read it again. يلا نقرأها تاني. ليلى likes singing but she doesn't sing very well because she doesn't practice enough. عزة likes drawing she draws nice pictures. هنا ليلى تحب الغناء لكنها ايه؟ لم تغني بشكل جيد because لأن وإحنا قلنا after because بيجي ايه؟ reason السبب. she doesn't practice enough. عزة likes drawing عزة بتحب الرسم. she draws nice pictures هي بترسم صور جميلة أو لطيفة. يلا answer أجب. how does كريم play the piano. يلا السؤال ده سؤال عقد على صح. بيقول لي how does كريم play the piano. هنا بيقول لي how does كريم play the piano يعني كيف كريم ها يعزف البيانو حالته ايه بيعزفها ازاي. ها he plays it very well. معناه ان هو بيعزف ايه جيدا جدا. يبقى لازم اخد بالي ان انا هقرا الباسج كويس جدا عشان اعرف احل السؤال. طيب انا قلت هنا how قلنا بتسال عن ايه ها عن حاله وهو بيعزف البيانو. طيب حاله وهو بيعزف البيانو كان ايه very ايه ها well very well. طيب اخد بالي وانا بحل السؤال لازم اخد بالي من الزمن. انا بتكلم في present simple عشان كده لازم اجاوب في present simple. how many friends do you have. how many friends do you have كم عدد الاصدقاء التي او الذين تملكهم. احنا على حسب قرايتنا للقطعة. انا هنا عندي question بتاعتي how many. how many بمعنى كم العدد وبيجي وراه كلمة friends اللي هي الاصدقاء. انا بسأل عن عدد الايه الاصدقاء. do you have اللي هم ايه لديك. طيب انا بدأت القطعة والباسج بتاعتي بايه I have three friends. I have three friends معناها انا لدي ثلاثة اصدقاء. choose اختار. ليلى كريم عزة likes singing. يلا احنا المفروض نفتكر من القطعة مين اللي كان بيحب الغناء او الغناء. ها انا عندي هنا مين اللي كان بيحب الغناء. ليلى likes singing. ما جاوبش اجابتي كده ارجع للقطعة واشوف الجملة اللي بتقول على الاجابة دي. هنا بيتكلموا عن ليلى likes singing. عزة draws nice photos, pictures, posters. هنا بيسألني بيقول لي عزة draws nice كانت بترسم ايه ها nice ايه pictures صور. That's right. excel yourself اختبر نفسك. المفروض ده سؤال كده الشاطرين لزيكم. rearrange يعني رتب. جايب لي جملة used to a donkey when Hadir was in she the village ride.
think فكر answer جاوب and put your answer in comments وضع إجابتك في التعليقات. Supply the missing parts in the following dialogue. المفروض جايب لي dialogue يعني إيه dialogue أصلا؟ هنا يعني الدايلوج يعني حوار between two or more يعني بين اتنين أو أكتر. هنا عندي بين أحمد وgrandfather أحمد وجده بيتكلم. أحمد هنا بيسأل جده أسئلة وجده بيجاوب عليه. أحمد what did you use to eat in the past؟ هنا أحمد بيسأل جده بيقول له إيه what did you use to eat in the past؟ يعني ماذا اعتدت يا جدي ان انت تاكل in the past في الماضي؟ هو انت كنت متعود تاكل ايه in the past في الماضي؟ طبعا grandfather هيجاوب. طبعا احنا بنعمل ايه؟ اخد بالي الزمن بتاع السؤال. انا عندي هنا بعد what did الhelping verb. طب الhelping verb in the ايه؟ in the past في الماضي. in the past في الماضي يبقى هو هيتكلم برضو ويجاوب grandfather in the past. اخد بالي من الحتة دي جدا. طيب احنا بنعمل ايه في السؤال اصلا؟ بنشيل question word اداة الاستفهام والquestion mark والhelping verb بيساعدني بس ان انا هحدد زمن الانسر بتاعتي. واخد بالي السبجكت عندي هنا ايه؟ ها you لما بيتحول في الانسر الاجابه لايه؟ I يبقى هنا you هتنزل تبقى I بعد كده عندي هنا used to معناها اعتاد. طيب انا هنزلها في الماضي في الماضي هتبقى اعتادا ان. طيب هعمل ايه في يوز؟ هزود لها دي يبقى اي يوزد تو انا خليتها معناها انا ايه اعتدت حاجه عملتها كنت في الماضي. طيب الفيرب بتاعي ايه؟ ها ايت. طيب هو كان متعود ياكل ايه؟ فريش فيش. يعني ايه فريش فيش؟ سمك طازه. يبقى هنا الجد بيقول اي يوزد تو ايت فريش فيش انا اعتدت اكل السمك الطازه. after used to verb الverb infinitive. خلي بالك من النقطة دي بعد used to لازم أحط الverb infinitive بدون أي إضافة. أحمد بيكمل الحوار مع جده بيقول how did you use to go to school. هنا أحمد بيقول how did you use to go to school يعني كيف أنت يا جدي اعتدت أن أنت تذهب للإيه؟ للمدرسة. ده بيسأل هنا جده بيقول له كنت بتروح ازاي المدرسة؟ اعتدت كنت متعود ازاي تروح المدرسة؟ هنا grandfather هيرد. طبعا احنا قلنا ايه السؤال بتاعنا في زمن الايه الباست عرفت منين؟ من الhelping verb بتاعي did. طب هنزل هنا اليو هيتحول الى I. طيب اخد بالي ان احنا شلنا question word وشلنا question mark. طب وديد قالت لي بتحدد زمن الانسر. طيب هنزل يو هتبقى I. طب عندي هنا used to لازم اخليها in the ايه؟ in the past. هاخد المين فيرب واحوله in the past في الماضي. يبقى used هتبقى used هزود لها دي بعد كده احط to وبعد to الفيرب في الايه؟ infinitive. اخد بالي من النقطه دي مهمه جدا. I used to go to school. انا متعود ان انا اروح المدرسه ها on foot. on foot. طب يا ميس ينفع اقول on donkey؟ ينفع اكتب اي اجابه تمام. طيب هو انا ينفع اعمل شورت انسر؟ ممكن اقول الاجابه على طول on foot تمام. ممكن اقول ايه؟ ها اي شورت انسر on food on a donkey, on a donkey. ride road a bus بيركب الاتوبيس. يعني حاجه بتكون شورت انسر وبيكون بيستخدم فيها الوسيله اللي هو بيروح بيها للمدرسه. طيب لو انا عندي مثلا السؤال اللي فوق برضو ممكن اكتب فيه شورت انسر واقول فريش فيش؟ ينفع اكتب برضو كمان في السؤال اللي قبله شورت انسر واقول فريش فيش. بيكمل احمد did you have a TV or a computer؟ انا عندي هنا did you have a TV or a computer معناها هل ان انت كان عندك يا جدي تلفزيون او كمبيوتر؟ ها تعالى نشوف كده. ده السؤال بدأ بايه؟ بالهيلبنج فيرب على طول. يبقى ده ايه؟ يس اور نو كويستشن يعني هجاوب يس او نو. طبعا هنا جراند فازر هيرد يقول ايه؟ ها نو اي ديدنت. نو اي ديدنت يعني هو ما كانش متعود ان هو يبقى عنده ايه تي في اور ا كمبيوتر.
أحمد how did you spend your spare time؟ هنا أحمد how did you spend your spare time؟ معناها كيف كنت spend هنا معناها قضيت إزاي أنت قضيت spare time وقت فراغ كنت إزاي بتقضي وقت فراغك؟ in reading في القراءة هنا الشورت أنسر اللي احنا قلنا لكم عليها في الإجابتين بتوع الأسئلة اللي قبليها احنا استخدمنا في السؤال دوت short answer in reading كان ممكن يجاوب الجد إجابة كاملة ويقول I spent بحولها للماضي T my your بتتحول لmy spare time in reading هتبقى صح طب أنا ميس أنا ممكن أتلخبط يبقى هتكتب لي short answer وهتاخد الدرجة كاملة وهتبقى صح جدا How did you spend your spare time in reading في القراءة excel yourself اختبر نفسك سؤال الاكسل المرة دي عن paragraph write a paragraph of four sentences about the life in the past هتكتب paragraph من اربع جمل عن الحياة في الماضي Your imagination بقى التخيل بتاعك كده وياريت تحافظ على زمن الباراجراف وزي ما احنا ايه قلنا قبل كده Think فكر answer جاوب and put your answer in comments وضع اجاباتك في التعليقات سؤال عندي هنا بقى Write a paragraph of four sentences About your grandfather. يعني طالب مني النهاردة write a paragraph of four sentences. أكتب paragraph من أربع جمل about your grandfather. عن إيه؟ عن جدك. تاخد بالك إن أنا أبص هيديني كلمات هتساعدني إن أنا أستخدمها في الجمل. دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا أخد بالي من الزمن. لازم إيه؟ اتبع الزمن وكمان الجرامر. أخد بالي وأنا بكتب برضو paragraph الجرامر. لازم الجرامر يكون صح. عشان الجملة تبقى صحيحة لان لو الجرامر غلط الجملة تبقى غلط كمان هو طالب مني اربع جمل انا بزود اكتر من اربعة عشان ايه لو عندي جملة غلط الجملة التانية تبقى صحيحة طيب ايه الكلمات اللي هتساعدني في الباراجراف grandfather get fresh fish سمك طازة on foot اللي هي على الاقدام have a tv امتلاك التلفاز يلا طيب. اول جمله كده وانا بكتب الباراجراف اخد بالي ان انا بسيب مسافه في الاول مسافه كلمه في اول جمله تمام طيب والجمل بتبقى متتاليه ورا بعضها تمام وبين كل جمله وجمله انا الجمله بتاعتي بتخلص بحط فول ستوب ببدا بكابيتال ليتر والجمله في نهايتها بحط فول ستوب واخد بالي من الزمن والجرامر عشان الجمله تبقى صحيحه طب اتعلم قواعد كتابه الجمله الجمله عندي في الانجليش بتتكون من سبجكت فيرب اوبجكت subject verb object فهنا في الباراجراف دوت عايز يتكلم عن ايه grandfather grandfather يلا اول جمله هو كاتبها لي ايه I like my grandfather اول حاجه انا عندي I ده السبجكت وعندي like ده الفيرب وبعد كده my grandfather الكلمه اللي هو عايز يقول يحطها in a sentence في الجمله طيب معناها I like my grandfather انا بحب جدي انا كده استخدمت الورد اللي هو جايبها لي الكلمه اللي هو جايبها لي وكمان رأيت ان انا دلوقتي في انهي زمن في انهي تنس في زمن ايه present simple الجملة اللي بعد كده طبعا هنا انا قلت I like my grandfather لان دي حقيقة ان انا بحب جدي عشان كده كتبتها present simple تمام طيب عندي عن بعد كده fresh fish ده جدي كان متعود ياكل ايه ها احنا خدناها في الديالوج ان كان متعود ياكل سمك طازة طب ينفع ميس اقول الجملة دي in the past في الماضي على اساس ان هو بيتكلم عن الماضي طب هبدا بايه قال لي هبدا بالسبجكت هي ليه انا بتكلم عن مين عن الجد جراند فازر تمام طيب هستخدم ايه اللي احنا اخدينها القاعده بتاعتي اعتاد ان في الماضي يوزد تو يوزد تو خلي بالك من الحته دي هي يوزد تو وانا قلت بعد تو الفيرب في الانفينيتيف طيب هو كان متعود يعمل ايه انا عندي كلمه فريش فيش سمك طازه ياكل يبقى بعد تو احط الفيرب ايه eat eat fresh fish he used to eat fresh fish هو اعتاد اكل السمك الطازه
He used to go to school on foot. أنا هنا بتكلم عن جدي صاحب. ما ينفعش بقى الجمل التانية دي أكتب I خالص. ليه؟ لأن بتكلم عن جد، فالجد يبقى he. تمام؟ طيب يبقى السبجكت بتاعي تبقى هي. وقلت احنا بنتكلم عن عيادة كان بيعملها في ال in the past في الماضي، يبقى لازم استخدم كلمة used to. he used to. طيب عندي كمان ايه؟ on foot. on foot دي on foot يعني على الأقدام. هو كان بيروح المدرسة ازاي؟ on foot. طب يعني احنا خدناها في الديالوج. طيب ينفع اكتبها هنا بالباراجراف؟ هقول he used to go to school on foot. go to school on foot. هو كان متعود الذهاب للمدرسة on foot. يبقى انا حطيت بعد to used to الفيرب انفينيتيف go، وبعديه حط بعد go طبعا احنا عارفين ان بيجي وراه بروبوزيشن حرف الجر ايه؟ to. بعد كده school، وحطيت الكلمة المطلوبة اللي هي on foot. He didn't used to have a TV. هنا دخلت اخر جملة هو عايزها لي او اخر كلمة have a TV. هو لم يعتاد ان يملك التلفاز، يعني هو ما كانش عنده ايه؟ تلفزيون. نفي هنا الماضي didn't. he didn't. after didn't الverb بيكون ايه؟ infinitive. he didn't used to have a TV. يلا read it again. نروح تاني. دخلنا كده الاربع كلمات او الاربع حاجات اللي هو كان عايزني ايه ادخلهم. I like my grandfather. He used to eat fresh fish. He used to go to school on foot. He didn't used to have a TV. ممكن تكتب الباراجراف بطريقتك انت، بس نستخدم ايه؟ نفس الكلمات، نراعي نفس الكلمات، وممكن يزود اكتر من اربع جمل، عايز يزود خمس جمل، ست جمل، بحيث لو في جملة غلط الجملة التانية هتكون صح وهتاخد الدرجة ايه؟ كاملة. Bye bye grade 5, see you soon.